المواجهات المستمرة لجرائم العنف التي يرتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي لتعطيل المرافق العامة وترويع المواطنين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من التصدي لكافة المحاولات التي قامت بها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لنشر الفوضى وإشاعة عدم الاستقرار من خلال زرع العبوات الناسفة بعدد من المناطق وإطلاق الأعيرة النارية خلال التجمعات التي تم تنظيمها بعدد من أحياء القاهرة والإسكندرية، وضبط العديد من حاملي تلك الأسلحة وإحالتهم إلى النيابة العامة. وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط إحدى أخطر الخلايا الإرهابية بمحافظة الإسكندرية، تضم 10 من عناصر تنظيم الإخوان تحت مسمى خلية الموت، وبحوزتهم 3 بندقية آلية، 9 بندقية وفرد خرطوش، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، عدد كبير من العبوات الناسفة شديدة الانفجار معدل الاستخدام، كمية من المواد والدوائر الكهربائية والهواتف المحمولة والأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة، 2 سيارة وعدد من لوحات السيارات المزيفة. واعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي وحيازتهم وإحرازهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد مقاومة السلطات واستخدامهم السيارتين المضبوطتين في نشاطهم الإجرامي وارتكابهم العديد من الحوادث الإرهابية، من بينها إطلاق النيران على سيارة ترحيلات قسم شرطة سيدي جابر واستشهاد الرقيب ضيف إبراهيم يونس، إطلاق النيران على قوات الشرطة المكلفة بتأمين عدد من مقار المحاكم والنيابات والشروع في اغتيالهم، إطلاق النيران على قوات الشرطة المكلفة بتأمين قسم شرطة اللبان وإصابة عدد من المجندين باستخدام إحدى السيارات المضبوطة، إشعال النيران بنقطة شرطة المصانع التابعة لقسم شرطة سيدي جابر، إطلاق الأعيرة النارية والشروع في اغتيال قوات الشرطة المكلفة بتأمين نقطة شرطة خرشد التابعة لقسم شرطة أولى المنتزه باستخدام إحدى السيارات المضبوطة، زرع العديد من العبوات الناسفة بالميادين والشوارع العامة بمحافظة الإسكندرية، تم إبطال مفعول عدد منها لمعرفة خبراء المفرقعات، إشعال النيران بسيارات عدد من المواطنين الرافضين للممارسات الإرهابية، كما اعترفوا باعتزامهم ارتكاب العديد من المخططات الإرهابية والعدائية تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير وبدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بمديرية أمن الإسكندرية. وقع انفجار في الساعات الأولى من صباح اليوم بإحدى السيارات يستقلها 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي حال اعتزامهم تنفيذ عمل إرهابي، وقد أسفر الانفجار عن مصرع أحدهم وإصابة الآخرين وضبطهما، وعثر بداخل السيارة على آثار لمواد متفجرة، وبتفتيش مسكن أحدهم تم ضبط 2 عبوة ناسفة معدل الاستخدام، كمية من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، فرد خرطوش، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط خلية إرهابية تضم 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بحوزتهم عبوة ناسفة كانوا في طريقهم لاستخدامها في تفجير محطة سكة حديد وسنة. اعترفوا بارتكابهم العديد من الحوادث الإرهابية وتفجير عدد من أبراج كهرباء الضغط العالي وإشعال النيران بعدد من خطوط ومزلقانات السكك الحديدية، وأرشدوا عن معمل لتصنيع العبوات الناسفة التي تستخدم في نشاطهم الإرهابي. استخدمنا 7 كيلو دول في 3 حاجات. ايه 3 حاجات؟ هو اللي كانت معانا دلوقتي ديت كان فيها كيلو الا ربع كيلو. ايوه. والاثنين التانيين في العمود اللي هو بتاع وسنا واللي هو في شمالتين. الثانيه برضه نفس النظام بنفس. الثانيه دي كانت فين؟ الثانيه دي كانت في كفر الرمل. قريه كفر الرمل. عملتوا ايه بالظبط؟ يعني حددتوا ازاي المكان ونفذتوا ازاي؟ رحت عينت بالمكنه وظبطت نفسك، او رحت انا عينت بالمكنه، احنا برضه بنروح نعين، وبعد كده قمت مجهزين الماسورتين بالمواد ديت بقى اللي هم بقيت ال7 كيلو يعني. تمام. وقمت وهو معمول وتظبطت برضه على نص ساعه وتمشي. وتؤكد وزاره الداخليه على اطلاعها بمسؤولياتها في حفظ امن واستقرار البلاد بيقظه وجديه وحسم،